السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. سامحوني على الصوت، نتاع شوية مش مليح، راني مريضة شوية، صدعانة على هذيك، جاتني الهضرة شوية صعيبة. المهم، الفيديو تاع اليوم ماشي زي الفيديوهات اللي فاتوا. اليوم ما نسحق لا لايكات لا مشاهدات لا اشتراكات. اليوم حبيت نشكر الناس اللي عاونونا، والله بالاحرى خاوتي وخواتاتي اللي وقفوا معايا. كاين بزاف اللي عاونوني، كاين اللي عاونني بالكلمه الطيبه، كاين اللي عاونني وطلع لي قناتي، وكاين اللي طلع لي قناتي وعاونني بالكلمه الطيبه. ولو عندي اخواتي كبار، اخواتات صغار، ربي يحفظهم ويحميهم، وخاوتي ثاني كبار وخاوتي صغار، هما ثاني ربي يحميهم ويحفظهم. ولو عندي حتى بنوتاتي، ربي يخليهم ليا ديما. وكاين اللي مازالوا معانا، وكاين اللي راحوا من اليوتيوب خلاص، اكيد بقاو يتبعوا فينا من البعيد كيما اختي جزائريه وصديقتي المغربيه اللي توفات الوالده تاعها، ربي يرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويصبرها على فراقها. اختي ام نور الشاويه واخونا جمال الطيور، ربي يسر لهم امورهم ويرجعوا لقنواتهم، ان شاء الله تولي قنوات مليونيه. وما ننساش ثاني الخير الكبير خلاص اللي داروا فيا اخويا منصف، والمشتركين اللي جاوا من عنده، نقول لهم ربي يفرحكم كما فرحتوني، وربي يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. والفيديو هذا درته للناس اللي ما فادي ما تكمل الفيديوهات نتاعي للاخر، حتى ولو كانوا بس اللي نمشي ملاح وهما يكملوهم على خاطر يحبوا مصلحتي. ربي يحفظكم ويريح بالكم. وانا بطبعي ما نعرفش نعبر مليح على واش كاين في قلبي. المهم، هذو خاوتي وخواتاتي اللي تبعوا فيا من قلبهم. عدت الفيديوهات نخدم فيهم ماشي باه نطلع قناتي ولا على جال لايكات ولا مشاهدات، صدقوني عدت نحط الفيديوهات غير باه نشوف تعليقاتكم ونطلع المورال ونكمل بكم اياماتي وانا زاهيه غير بتعليقاتكم. حتى الانسان ينسى مشاكله، ينسى مرضه كي يقرا هذوك التعليقات. ربي يحفظكم وربي يسر لكم اموركم، وربي يخليكم ليا. والحكمة تاع اليوم تقول: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر. وأنا جامي نكسر العصا اللي أبصرت بها ونعتت لي الطريق، ومع أنه تعبير شوي مشي مليح، لكن أنتم ماكمش عصا، أنتم العينين اللي شوفت بهم الدنيا. وربي يحفظكم وربي يحميكم، وقد ما نقول ما نوفيلكمش. وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.